هل ترغب بمضاعفة عدد المواقع أو وحدات نشاطك التجاري من خلال مستثمرين آخرين؟ رحلة تحويل مشروعك لامتياز تجاري تستغرق 20 أسبوع على الأقل، وهي عملية دقيقة التفاصيل وتحتاج لمساعدة مهنية من خبراء الامتياز التجاري. اطلب المساعدة من طرف ثالث ولا تقم بتطوير البرنامج بنفسك. خلال الأسبوع الأول قم بوضع خطة الامتياز التجاري وشاركها مع أفراد شركتك، وقم باختيار فريق الدعم بعناية. قد يكون المسؤول عن الامتياز التجاري أحد أفراد شركتك أو موظف جديد يملك الخبرة المطلوبة. خلال الأسبوعين الثاني والثالث قم بدراسة ووضع خطة مالية للامتياز التجاري تشمل خطة الاستثمار وحسابات الربح والخسارة وتكاليف الدعم الأولي والمستمر وأي تكاليف أخرى مترتبة. خلال الأسابيع الرابع إلى السادس قم بتطوير وتسجيل الاسم التجاري والعلامة التجارية وكل التصاميم المتعلقة بهم، تشمل التصاميم ديكورات الموقع أو المواقع. خلال الأسبوعين الرابع والخامس قم ببناء عرض الامتياز التجاري الخاص بنشاطك شاملا بذلك شروط منح الامتياز واختيار المانح، ثم ضع خطة التسويق السنوية وشروطها وتوابعها، وخصص صفحة إلكترونية لتسويق فرصة الامتياز التجاري. خلال الأسابيع من السادس إلى الثامن قم باستشارة مختصين في مجال الامتياز التجاري لمساعدتك بكتابة عقد امتياز تجاري شامل ينظم علاقتك كمانح امتياز بممنوح الامتياز بشكل كامل ومفصل ودقيق. خلال الأسابيع من السادس حتى السادس عشر في هذه المرحلة عليك البدء بوضع نظام تشغيل مفصل، وهو النظام الذي سيتقيد به ممنوح الامتياز التجاري. يعتبر نظام التشغيل طويل ومعقد ويحتوي على كل التفاصيل المتعلقة بعلامتك التجارية والتصاميم والأمور المالية والتوظيف وممارسة العمل والحسابات بأكملها والتدقيق. ولا تستعجل بهذه الخطوة أبداً، وتأكد من أنك لم تنسى شيئاً من تفاصيل العمل بأكمله حتى برنامج التنظيف اليومي في الموقع الجديد. خلال الأسابيع من السادس إلى العاشر أثناء تحديد تفاصيل نظام التشغيل عليك أن تضع خطط التسويق بأكملها وتحضير تفاصيل الدعم الأولي والمستمر لممنوح الامتياز التجاري. هذه الأمور مشمولة في نظام التشغيل والعقد، فتأكد من أنها على أتم وجه. خلال الأسابيع من السادس عشر وحتى العشرين تسمى هذه الفترة بفترة إطلاق الامتياز التجاري، حيث تحدد فيها شروط اختيارك لممنوح الامتياز وتطور خطط وأساليب البدء والاستمرار بالعلاقة الجديدة. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة الرابط التالي.